عارف انا اسمك يا دكتور؟ عادل محمد. انت في حضانة ايه يا عادل؟ طفل عبقري. طب انت بتقرا في كتاب ايه؟ علمني اقرا. طب انا عايزه صفحه 57. انت هتقرأ درس ايه يا عادل؟ تنوين بالكسر. طيب انا عايزه الفقره رقم 4 تاني سطر فيها. زجاجة عسل طبق زرع باب. طب انا عايزه الفقره رقم 5 تاني سطر فيها. سعيد عالية فصيح بلد جوع. انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء.